يمكن كمان من حوالي سنة ظهر شاب كده من كلية فنون جميلة جامعة المنيا، الفنان محمود فؤاد، خلينا نقول قدر انه او عمل له تمثال، والتمثال اتشهر جدا، ويمكن زيه زي نسبة قليلة جدا من الفنانين الطيبين الجمال الكويسين تواصل مع الفنان، وكانت قصة كده جميلة. طب نحكيها احنا ليه لما ممكن يحكيها محمود بنفسه. محمود مساء الخير. مساء النور. البقاء لله يا محمود. حياتك الباقي. محمود، كده لو اتكلمنا عن تجربتك مع الفنان الراحل حسن حسني. تمام. اولا انا عايز اعزي بس المشاهدين وعزي جماهيره، لان هو جماهيره كتير ومحبينه كتير اكيد، وهو كان فنان جميل وربنا يرحمه يا رب يا رب ان شاء الله. طيب محمود، يمكن احنا قلنا ان انت عملت له تمثال او نحت له تمثال و قابلته على المستوى الشخصي او حصل تواصل ما بينكم، لو اتكلمنا احنا دلوقتي شايفين التمثال اللي انت عملته، لو اتكلمنا عن رد فعل الفنان الراحل حسن حسني اول لما شاف التمثال ده، بعت لك وقال لك ايه او كلمك قال لك ايه؟ والله هو رد فعله اول ما شاف التمثال، لان انا كنت عامل التمثال ان انا حبا ليه وتكريما ليه، لان بعد تكريمه الاخير ده والجمله اللي قالها الشهيره بس، فانا حبيت اكرمه بس على طريقتي بس. فهو اول برضه ما شاف التمثال تواصل معايا وكلمني واتقابلنا مع بعض وهديت التمثال وتعاملنا كذا مره تاني مع بعض، يعني تواصلت معاه اكتر من مره. ما كانتش مقابله واحده؟ لا لا مش مقابله واحده، كذا مقابله. قال لك ايه يعني؟ هل قال لك انه يعني سالك مثلا انت ليه عملت التمثال ده، او شكرك، او شكرك ان انت بتكرمه وهو ما زال يعني كان موجود وسطنا؟ طبعا. يعني احكي لنا تفاصيل اكتر. هو سالني وفضل يشكر في التمثال وفضل يقول لي ان انت فنان جميل وموهوب، انا كنت افكرك كبير بس طلعت شاب صغير. طيب. بس وفضل يعني اتكلمنا مع بعض كتير وكان استقبال رائع يعني. طيب اعتقد من خلال كلامك ان انت كنت اول مره تشوفه لما قابلته واهديته التمثال، كان عندك كده رؤيه كده عن شخصيه الفنان حسن حسني، اول ما شفته اتغيرت الرؤيه ولا سبت وجهه نظرك؟ شفت ايه؟ شفته اللي بتشوفه على الشاشه غير اللي في الحقيقه؟ يعني احكي لي. لا بالعكس، الرؤيه بقت احسن، لان انا شفته على الحقيقه زي التمثيل بالظبط، اب كويس وحنون جدا. لان انا اول ما قعدت معاه ما استغربتش، يعني حسيت ان انا قاعد مع اب ليا، يعني اخ كبير مش حد غريب، يعني اول مره اقعد معاه حسيت ان انا اعرفه من زمان يعني. طيب محمود، بتفكر ان انت تعمل له تمثال جديد ولا انت بتكتفي بالتمثال اللي انت اهديته له؟ والله اتمنى ان انا اعمل له واحد ثاني. اتمنى اعمل واحد ثاني وهدي الليلة عندي. محمود فؤاد النحات اللي من المنيا، بنشكرك شكرا جزيلا، وكانت لمحة.